الليلة في حديث القاهرة، ملفات وتساؤلات، تفاصيل سؤال محرج من الكابتن ضياء السيد للسيد وزير الرياضة. قبل الهدم بنحاول نفهم المعيار، امتى بتكون المقابر آثار؟ النهاردة في بورصة الكلام حوار مهم مع رئيس قطاع السلامة في تيك توك، وحورية فرغلي وتامر حسني وأحمد سعد، وأهم ما يشغل المصريين والعالم على السوشيال ميديا. كل ولا تأكل، مش هزار، 10 معلومات طبية ستفاجئك، اعرفها قبل ما تتناول طعامك. حديث القاهرة مستمر. أهلا بكم في حديث القاهرة. مساء الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حديث القاهرة، حلقة 30 مايو 2023. النهاردة الحلقة فيها حاجات كتير وفيها تفاعل هيكون موجود معانا النهاردة هحكي لكم عليه، بس في الأول خلينا نقول مبروك لمن استحق التكريم بجائزة وإن كانت قليلة مهما كانت على كل ما قدموه في مشوارهم. النهاردة تم إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، وحديث القاهرة بالفعل من ساعة ما تم إعلان الأسماء، لأن ليهم مشوار طويل من العطاء كل واحد في مجاله. الجائزة دي هي تقدير لدورهم، لأن هم قدموا كتير للثقافة والفن والفكر في بلدنا. أنا هعلن مع حضراتكم هنا الأسماء اللي تم إعلانها النهاردة من قبل وزيرة الثقافة، وهي كانت كالتالي: فاز بجائزة النيل في العلوم الاجتماعية الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب من سنة 1999 لسنة 2004، وهو طبعا عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من سنة 94 لسنة 99، وعشرات عشرات الكتب والبحوث المنشورة سواء كانت باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، وما أمتع الاستماع لحديثه في مجال السياسة. في فرع الأدب فاز اسم الدكتور الراحل والمترجم العظيم الأستاذ الدكتور محمد عنيني، هو عميد المترجمين العرب وعنده يعني ترجمات عالمية قام بترجمتها إلى اللغة العربية، وعلى رأس هذه الأعمال كانت أعمال الأديب البريطاني الأشهر على الإطلاق ويليام شكسبير. أما في مجال الفنون ففاز عبد السلام عيد، 30 سنة شارك فيها بالتمام والكمال في الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة من خلال معارض وزارة الثقافة والمركز القومي للفنون التشكيلية وغيرها كتير، وأقام أكثر من 30 معرض شخصي لأعماله في قاعات العرض المختلفة في كل مكان. أما جوائز يعني المبدعين العرب ففي الفن التشكيلي فاز الفنان التشكيلي العراقي ضياء العزاوي، وهو فنان تشكيلي عراقي تولى منصب مدير مديرية الآثار العراقية في بغداد من سنة 68 لسنة 76، وتقريبا من سنة 77 لسنة 80 كان بيشتغل مدير فني للمركز الثقافي العراقي في لندن، ونظم هناك عدد كبير جدا من المعارض. الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في مجال الفنون كانوا الموسيقار الكبير هاني شنودة العظيم اللي بيمتعنا دايما حتى مع كل طلة ليه، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ويستحق بجدارة، الدكتورة دليلة الكرداني أستاذ العمارة والتصميم العمراني في كلية الهندسة جامعة القاهرة. أما جوائز مجال الأدب فخلينا نقول إن اسم الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردي أستاذ النقد والأدب العربي والحديث والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف أستاذ النقد الأدبي والبلاغة، كانوا هم الفايزين. أما بقى في مجال العلوم الاجتماعية فاز المستشار بهذه الجوائز طبعا سيادة المستشار عبد المجيد محمود، والدكتور السيد فليفل، والدكتور حسن السعدي، والأستاذ صلاح سالم. وبالمناسبة يعني كانت لحظات الإعلان عن هذه الجوائز يعني لحظات خاصة جدا، فيعني الصورة فيها كانت مهم ان احنا نعرضها لكم، ودي كانت ملامح من اللي لقطته
النهاردة كاميرا حديث القاهرة اللي كانت متواجدة في لحظة إعلان نتيجة الفائزين بهذه الجوائز. وزي ما قلنا من البداية هي مجرد لمحة تقديرية لمشوار من العطاء كل حد فيهم في مجاله. بالمناسبة كمان في حاجة عايز أقول لكم عليها، النهاردة في جزء من حلقتنا هيكون تفاعلي، رقم تليفون برنامجنا اللي هنتواصل عليه سوا هيكون دلوقتي على شاشة البرنامج. الموضوع اللي هنتناقش فيه هو هل بالنسبة لناس من اللي بيدوروا على أي شيء يساعدهم علشان يعيشوا حياة كريمة، من اللي بيدوروا على تكافل وكرامة، تحولت هذه المنحة الكبيرة المفترض يستفيد منها ناس كتير، تحولت عند البعض منهم لمحنة مشاكل تكافل وكرامة ما هياش قليلة قد ما وصلت لنا إحنا في البرنامج. عندنا عدد كبير جدا من الناس استغاثوا بينا وبعتوا لنا عندهم أزمات، عندهم مشاكل. النهاردة هنسمع صوتهم وصوتكم أنتوا كمان. أي حد عنده مشكلة قابلته في موضوع تكافل وكرامة، عنده أزمة في التعامل معاها، إحنا عارفين هم 500 جنيه، لكن حد هيقولك ده ما يجيش كيلو ونص لحمة على الأسعار الحديثة. بس تخيل في حد بيروح ويجري 50 مرة على المكتب بتاع التضامن الاجتماعي اللي موجود عنده في الحي أو القرية أو المحافظة علشان يقدر يتحصل عليهم، عشان يدوب هيعيشوه مستور. النهاردة هنستنى تليفوناتكم في فقرتنا الخاصة عن تكافل وكرامة، وحيكون علينا المسؤولين علشان يردوا. مش هقدر منوهش على أن الصفحة الوحيدة والرئيسية لبرنامج حديث القاهرة على الفيسبوك احنا بنعرضها لكم هنا، ودي الصفحه الوحيده اللي تقدروا تتواصلوا معانا بيها، وصوتكم دايما عندنا مسموع، حديثكم هو حديثنا حديث القاهره. الصفحه عندكم، تواصلوا معانا عليها اذا في اي طلب، اي سؤال لمسؤول، اي شكوى، احنا هنكون معاكم. نبتدي بقى معاكم قصصنا في حديث القاهره. اهلا بكم من جديد في حديث القاهره. القصه الاولى عندنا النهارده بدات من مجلس النواب اللي هو من المفترض حلقه الوصل بين المواطن وبين المسؤولين، ما عارفينه، رقابة وتشريع. النهاردة في جلسة مجلس النواب كان في انتقادات وجهت للسيد وزير التموين الدكتور علي مصلحي من نواب لجنة الخطة والموازنة، وهي انتقادات حديث القاهرة لأنها ليها علاقة بالكلام اللي أنتوا بتقولوه. والنهاردة اتقال بشكل صريح في البرلمان، ورغم أن السيد الوزير لم يحضر بنفسه وأناب عنه مساعد وزير التموين في هذا اللقاء، لكن كان في صوت مهم نسمعه. النهاردة كان في مناقشة لمشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التموين لسنة 2023-2024 وطلباتهم هتكون إيه في الموازنة، وتم اعتمادها كلها ولم يكن هناك أي اعتراض. دي مرت بسلام. النقطة اللي وقفنا عندها هنا وهي حديثنا فعلا حديث القاهرة، ان النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة وجه هجوم عنيف للسيد الوزير، وقال له انه ما دخلش اللجنة طول الفصل التشريعي الحالي لمناقشة سواء كانت يعني موازنات او امور الوزارة او حتى الرد على اسئلتنا، وده بالنسبة لهم شيء يعني غير مقبول. وقال ان الوزير بيتبع سياسة غريبة جدا في شأن معاقبة المخابز، وهو كده بيعاقب المواطن مش بيعاقب المخبز ولا صاحب المخبز لما بيكون في مخالفة، لأنه لما بيلاقي مخالفة بيقوم بإغلاق المخبز لعدة شهور، وهو بيعتبر ده عقاب للمواطن السيد الوزير. لكن الحقيقة إن ده مش عقاب للمواطن لصاحب المخبز، ده عقاب للمواطن بنفسه. ليه بقى؟ لأن المواطن اللي بيتم إغلاق مخبز في الحي بتاعه بيضطر إنه ينتقل لأماكن أخرى ممكن تكون بعيدة جداً للحصول على احتياجاته من الخبز بعد ما بيتقفل المخبز المخالف ده، ماشي، لكن حتى لما يروح للمكان البعيد ده بيكون فيه تكدس ومشاحنات واحيانا مشاجرات، واحنا شفنا منها كتير بين المواطنين نتيجه العدد الكبير اللي بيبقى موجود على المخبز اللي بيلجا له المواطن اللي اتقفل عنده المخبز المخالف. طب هل ده عقاب بتعتبره يا سياده الوزير للمخبز المخالف ولا عقاب للمواطن؟ المواطن ذنبه ايه؟ الطلب اللي وجهه السيد سالم، السيد مصطفى سالم، للواء خالد شرف مساعد وزير التموين للتخطيط والشؤون الماليه والاداريه اللي هو كان بينوب عن الوزير النهارده، قال له من فضلك بلغ السيد الوزير بانه يغير هذه السياسه
وإن الوزارة تقوم بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة على المخابز المخالفة، وحتى تغليظ العقوبة لو هم شايفين إن العقوبات اللي موجودة غير كافية وغير رادعة، علشان ده اللي أهم للمواطن بعيداً عن إنك تقفل المخابز. فلو سمحت وصل الصوت ده للسيد وزير التموين. مساعد وزير التموين سيادة اللواء خالد شرف رد على ده وقال إنه حينقل وجهة نظر النائب السيد مصطفى سالم للوزير، وقال إن الغرامات اللي بتطبق على أصحاب المخابز المخالفة دي إحنا حتى لو طبقناها بوضعها الحالي غير رادعة، عشان كده الوزارة خدت قرار لأنها تتجه لغلق المخابز كعقاب رادع. ماشي، ما إحنا رد متوقع، لكن غلظوا العقوبات وما تقفلوش المخابز. هو ده مش بس كلام سيادة النائب في البرلمان، كلام أي حد هيعاني إن المخبز اللي في جنب بيته ولا في حيه ولا في المكان اللي ساكن فيه يتقفل، وبيتعرض بعد كده لكل الحاجات اللي قلنا عليها. فحبينا ننقل لكم الصوت اللي كان موجود والحديث اللي كان عن وزارة التموين النهاردة في البرلمان. طيب، القصة التانية هي اللي حكيت لكم عليها، اللي هناخد فيها تليفوناتكم، ولو سمحتوا يا أساتذة أرقام التليفونات بتاعتنا على الشاشة للي يحب يتواصل معنا في أزمة مر بيها أو مشكلة عايشها مع موضوع تكافل وكرامة، لأن احنا وصل لنا حاجات كتير هنسمع صوتهم النهاردة وصوتكم انتوا كمان لو سمحتوا اللي يحب يتواصل فيكم معنا ويعرض الموضوع بتاعه، لأن احنا هناخد رد من المسؤولين. أسئلتنا للسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي، تكافل وكرامة حاجة مميزة جدا وفخورين بيها جدا، ومشروع فعلا قومي علشان يساعد الناس اللي مش قادرة تعيش بشكل جيد يضمن لها حياة كريمة إنها تقدر تتحمل شوية ويديها زق، ما هوش أكتر من زق، بس الزقة دي هي تقريبا النفس اللي بياخده اللي بيغرق في مشاكل اقتصادية وحياة صعبة جدا وسلع بتغلى طول الوقت حواليه ومش عارف يعمل فيها إيه، فما نصعبهاش عليه بقى. سواء كان تكافل للناس اللي مش بتقدر ترعى أسرتها وعندها ظروف معيشية صعبة جدا، أو كرامة للناس اللي فوق السن وعايزة تعيش بكرامة. مش ممكن تبقى يعني منحة ونخليها للناس محنة طول الوقت، مراحل من العذاب الاجتماعي. هنقول لكم إيه هي المجموعات اللي وصلت لنا إحنا كمشكلات سواء كانت مكتوبة أو بالصوت، لكن خلينا ناخد أول تليفون معانا من حضراتكم، من الست ميرفت. أهلا بيك يا ست ميرفت. ألو، ازيك يا مدام كريم، عاملة إيه؟ أهلا بيك يا ست ميرفت. إزاي حضرتك؟ ست ميرفت، أنت مقدمة في تكافل وكرامة؟ يا حبيبتي مقدمة، أنا دي سنة. سنة؟ وإيه المشكلة اللي عندك مع تكافل وكرامة؟ المشكلة إن أنا قدمت تكافل وكرامة وبعد كده خدت مني الورق بعد ما اتطلقت، ورحت قدمت لها قسيمة الطلاق وقدمت لها الورق كله متكافل وكل حاجة، قالت لي 4 أشهر وتعالي عد عليا واسألي على تكافل وكرامة. خلصت 4 أشهر وعديت لها تاني، راحت قالت لي اعملي تظلم. عملت تظلم. قعدت 6 أشهر ورجعت لها تاني، راحت قالت لي ده أنت جوزك معاه ان هو بيقبض تكافل وكرامه، قلت لها ازاي جوزي وانا مقدمه لك ان انا مطلقه. قالت لي ما اعرفش. قلت لها يعني ما تعرفيش؟ قالت لي ما اعرفش. قلت لها ماشي. قالت لي طب هنعمل لك استعلام ونعرف فيه ايه. عملت الاستعلام، قالت لي ده اللي كتبت معاكي كتبت ان انت متجوزه وجوزك عايز يجيب اللي هو الرقم بتاع وي. قلت لها انا ما اعرفش ازاي جوزي وانا مقدمه لك قسيم الطلاق. قالت لي ما اعرفش. وانت مطلقه بقالك قد ايه يا ست مرفت؟ انا دي سنه. اوكي، يعني انت عندك ولاد؟ انا عندي ولد واتطلقت عشان ان هو ما بيصرفش عليا عشان اقدر اخد تكافل وكرامه. وانت بتشتغلي؟ بشتغل يوم وعشرة. لا يعني على باب الله زي ما بنقول. على باب الله. طيب، اخر موقف عندك ايه دلوقتي؟ يعني الموقف الحالي بتاعك ايه دلوقتي يا ست؟ الموقف الحالي ان هي خلتني عملت الورق من تاني بعد سنه و14 بالظبط، بعد سنه و14 خلتني رجعت عملت الورق من تاني وقدمت من تاني، وراح هاتي ده وهاتي ده وقدمت الورق، راحت حطته لي في الدرج وقالت لي انا يعني انصحك ان هو لازم واسطه. طب انا اجيب من الواسطه بعد سنه و14 تقولي لي اجيب واسطه؟ هي اخذت ورقك وحطيته في الدرج وقالت لك في الدرج المفروض ان هي تسجلني على اللي هو التابلت اللي هو بتاع الوزاره. قالت لي لا، المفروض ان انا والله ان هعمل كل اللي اقدر عليه واعمله لك، بس يعني هو ما بيمشيش حجاش بزقه. طب انا اجيب منين زقه؟ اجيب منين واسطه؟ طب هي بتسجل، في ناس بتسجلهم على التابلت اللي قدامها، ولا كل الناس تاخد منهم الورق وتحطهم في الدرج؟ لا، ده اللي هو جايب واسطه على التابلت في ثواني، يعني كده بنسجل 2 3 شهر وبتيجي لك الفيزا. انت شفتي الكلام ده بعينيكي؟ انا شفت بعيني، انا ما بتكلم على حاجه شايفاها.
شهرين ثلاثة أربعة كده بالظبط وبتطلع لهم الفيزا. شفتي حالات من كده حواليكي؟ اه كتير، في ناس خدت بس اللي جايب واسطة. أنا وسطتي ربنا، أنا ما عنديش حاجة واسطة. واسطة إيه بس في موضوع معمول للخير وللناس الغلابة يعني؟ ما أنا بعد ما قعد سنة وأربع أشهر عدت الورق من تاني، وورقي أنا ورقي اللي جبته في الدرج الأولاني وما احترفتش بيه خلتني عملت ورق تاني. تمام، أنا بشكرك يا ست ميرفت. شكرا. ست ميرفت بقى لها أكتر من سنة وتقول سنة وأربع شهور تقريبا قدمت إنها مطلقة وعندها ولد، وهي بتشتغل على باب الله يوم قوي وعشرة لأ، ولحد دلوقتي ما جالهاش حاجة. ولما راحت قالوا لها ورقك مرفوض عشان جوزك بياخد فلوس. طب جوزك بياخد إزاي تكافل وكرامة وأنا مش متجوزة؟ اهي دي من ضمن الحاجات. وبعدين ايه يعني ايه موظفه تقول لها انت محتاجه واسطه؟ مين هيروح غلبان عايز يصرف 500 جنيه في الشهر هيبقى عنده واسطه يعني؟ طيب انا بس طالبه من السيده وزيره التضامن الاجتماعي انها تكون سمع الكلام اللي بيتقال دلوقتي، والمسؤولين عن هذا المشروع العظيم يسمعوه معانا علشان نعرف الثغره فين، وبدل ما الموضوع بيعذب الناس نرفع عنهم المعاناه دي. طيب احنا معانا الست دينا. ست دينا من محافظة البحيرة، أهلا بيكي، اتفضلي. ست دينا سمعنا؟ يا أستاذة دينا. طيب الخط قطع، أرجوك اتصلي بينا تاني لو عندك شكوى علشان توصليها لنا، وصوتك أوعدك أنه مسموع. من كلنا على فكرة هنا كأسرة برنامج اللي خلانا نقرر نطرح الموضوع ده ونسمع صوتكم، هو إن وصلنا كلنا على وسائل التواصل الخاصة أو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي مشاكل ليها علاقة بتكافل وكرامة، ناس بتستغيث، فحبينا إن احنا نعرضها ونشوف ردود فعل الناس إيه. وأهم حاجة يعني في ناس قالت لنا إن احنا مقدمين بقالنا 3 سنين والمفترض إن توافق علينا، لكن لحد دلوقتي ما تصرف لناش ولا مليم. كل ما نكلمهم يقولوا لنا الكارت جاي في السك. فكارت إيه اللي ما بيوصلش في 3 سنين؟ فده من ضمن المعاناة اللي اتكررت كتير جدا في الأسئلة والرسائل اللي وصلت لنا. تكافل وكرامة منحة رئاسية مهمة جدا، ومن المفترض أن الهدف الرئيسي منها هو إيصال الدعم لمستحقيه، لأن أفضل طريقة كانت أن أنت تعرف مين الناس اللي محتاجة وتوصل لها لحد عندها بأوراق رسمية بإثباتات. معنا الأستاذة دينا مرة تانية. ست دينا أهلا بيكي. أهلا بيكي يا فندم. عندك مشكلة مع تكافل وكرامة؟ أيوة يا فندم، أنا بقالي 4 سنين مقدمة تكافل وكرامة. 4 سنين؟ اه والله، وكل ما نروح يا مرفوض يا محظورة يا فوق مستوى الفقر، مع إن مفيش أي حاجة ملك خالص، ولا جوزي عنده ملك ولا حاجة. يعني أنت قدمتي أكتر من مرة؟ أنا قدمت أكتر من مرة، وكل مرة أطلع مرفوض مرفوض، وكل اللي مقدمين معايا أخذوا. طب كل مرة بيطلع لك سبب مختلف لأنه مرفوض؟ مرة مرفوض، ومرة معمول لحظر، ومرة فوق مستوى الفقر. انت بتمتلكوا ايه الاسباب لما بتسألي بيقولوا لك ايه الاسباب اللي مكتوبة في انه اترفض ليه؟ ما بيقولي يعني مثلا غير متكامل البيانات. يعني بتقدمي ورق ناقص؟ اه لا مش ناقص والله، كامل كامل كله. جوزي اصلا يعني حداد، يعني مش موظف ولا متأمن عليه ولا اي حاجة. وبعدين انا اصلا يعني التكافل والكرامه المفروض يكون لناس مستحقين، اللي هو زيي وزي غيري وزي غير اللي هم الناس المستحقين. طيب ست دينا، الشخص اللي بتساليه اللي هو طبعا بيبقى موجود في المكتب بتاع التكافل والكرامه صح؟ صح. طيب لما بيقول لك ان الورق مش كامل مثلا، بيقول لك ايه هو الورق اللي مش كامل او البيانات ناقصه؟ ما بيقولكيش ايه هي البيانات الناقصه؟ اه بيقول لي اكملي البيانات واعملي الورق تاني. بعمل الورق تاني برضه بيطلع مرفوض، وانا مش عارفه لحد دلوقتي ايه السبب. انتوا عندكم اي ممتلكات؟ والله ولا اي ممتلكات ولا اي حاجه، احنا قاعدين في بيت اصلا مش ملكنا، وجوزي حداد وما عندوش اي حاجه ملكه ومش متامن عليه كمان. وجوزك ما بياخدش هو كمان اي دعم من الحكومه؟ لا 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 خالص والله. وكمان انا عندي ابني، يعني يا ريت يكون حد سامعني برضه دلوقتي، ابني عنده ضمور شوكي زي حاله الطفله رقيه بالظبط، وكل جنيه احنا محتاجينه اصلا لابننا. ست دينا من فضلك سيبي بياناتك كمان في الكنترول روم لما ترجعي لهم. نشكرك. من ست دينا اللي بقالها 4 سنين وما هياش فاهمه ايه البيانات اللي ناقصه، نشوف حد تاني. الست سلوى من البحيره، اهلا بيكي.
الو اتفضلي، ويا ريت نوطي صوت التلفزيون عشان اعرف اسمع شكواتك. انا سونا. اتفضلي. انا سونا، لو سمحتي حضرتك، ان انا عندي فوق 60 سنه وتعبانه وعندي امراض صحيه، بقالي دلوقتي اكتر من 7-8 سنين وانا كنت مطلقه، كنت الاول بناخد الضمان. الضمان الاجتماعي اكتر من 30 سنه. فبعد ما كنت بناخد الضمان فجم قطعوا عليا، دلوقتي بقالي اكتر من 7-8 سنين مش عارفه ناخده. عملت المستحيل عشان اقدم كفيله وكرامه، قدمت ياما ولفت ياما وانا مش عارفه نعمل ايه، انا تعبت اصلا. وبيقولوا لك ايه لما بتقدمي؟ بنقدم بيقولوا لي مقبول مقبول مقبول، ورحت في السيستم شفت مقبول مقبول مقبول، وفي الاخر قالوا لي لا ده انت خلاص استني بقى لما يجي سن القانون تاخدي 65 سنه. طب انا دلوقتي عندي 61 سنه وعندي امراض صحيه، وفي الاخر قالوا لي روحي اعملي الكشف اللي هو اسمه نروح نكشف يعني كونسلت صحي علشان اذا كان في اعاقه ولا حاجه. رحت وقالوا لي برضو لا استني، واستنيت كده يعني ليا دلوقتي حوالي 7-8 سنين مش عارفه ناخد حاجه ولا بعض، اوراق مقدمه، اشاعات مقدمه، كل حاجه عاملاه، انا مش عارفه نعمل ايه. حضرتك والله العظيم لو شفتيني والله رجليا مقوسه وعندي 61 سنه. ربنا يديك الصحه. هما مين اللي بيقولوا لك كل مره؟ اللي شغالين في المكتب ولا مين اللي بيقولوا لك كل مره بتقولي لي بيقولوا لي مقبول؟ رحت اللي هي الاداره، رحت الاداره ورحت الشؤون ورحت، ما خليتش مكان والله الا لما روحته. وحضرتك انا والله العظيم تعبانه وعندي 61 سنه والصمامه بقالي اكتر من 30 سنه. ربنا يديك الصحه، صوتك معانا. وكل مكان يرموني على الثاني، والله يكفيك شر المرض ويرضيك ويرضيك، كل مكان يرموني على يحدفوني على الثاني، اخر مزاجك تقعد. والله اكتر من 8 سنين وانا متبهدله ومانيش لاقيه وما عنديش حد، بشغل بالتين، بنتي تعبانه والتانيه متجوزه وبعيده عني ان شاء الله. المسؤولين باذن الله، المسؤولين معانا متابعين وهناخد ردود على الحاجات دي ويبقى في مساعدات للناس اللي بتعاني. زي ما قلنا معانا تليفون تاني، ابتسام من الجيزه. اتفضلي يا ست ابتسام. انا معاكي يا استاذه ابتسام. حضرتك انا قبل كده قدمت في تكافل وكرامه دوت سنه 2019 ماشي، حضرتك قدمت وعملت الملف وكل حاجه، وقالت لي تعالي بعد فتره اسالي، وفضلت رايحه جايه اقصد لغايه سنه 2021 شهر 12. وبعد كده استاذه موظفه هناك راحت قالت لي روحي اعملي بحث عشان تشوف ملفك وصل لغايه فين، لان انا بقالي كتير قوي. رحت عملت بحث ما لقيتش اي بيانات ليا خالص، رجعت لها تاني قالت لي ملفك ضاع عادي بتحصل كتير، طب اعملي ملف من اول وجديد. عملت ملف من اول وجديد. بعدين عملت حضرتك ملف من اول وجديد، وهي بتكتب البيانات. حضرتك انا كنت متزوجه قبل كده مش واتطلقت، وبعدين ايه طبعا قطعت المعاش اللي هو بتاع المطلقات لان انا اتجوزت تاني. وهي بتكتب البيانات راحت قالت لي ايه ده، هو انت ما قلتيليش ليه ان انت كنت مطلقه؟ قلت لها حضرتك ما انا قايله لك من الاول، بس حضرتك ما كتبتيش معايا عشان الضغط اللي عليكي. قالت لي الملف دوت، راحت قافله الملف، لا الملف دوت ما ينفعش، اعملي لي الملف من اول وجديد. رحت حضرتك عملت ملف تاني من اول وجديد، طبعا قعدت فتره لان المره الثالثه رحت حضرتك وانا خارجه من عندها يعني بعيد عنك، وقعت على رجلي اتكسرت، فقعدت فتره على ما خفيت سلام عشان عندي هشاشه عظام. رحت لها تاني بعد فتره بعد حوالي تقريبا 3 اشهر، يا استاذه انا عملت الملف. قالت لي لا انا عندي ضغط مش هاخد اي ملفات. طب يا استاذه انا سمعت حضرتك في التلفزيون بيقولوا ان حضرتك اللي هم ابناء المطلقات اللي هم ابائهم مش موجودين ليهم معاش. قالت لي لا 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 ده كذب، ده بيعملوا كده عشان يطلعوا ترند. ده انت عندك ولاد حضرتك؟ انا معايا واحد في ثالثه اعدادي وواحد في اولى اعدادي، ومن الزوج الجديد معايا بنوته كده عندها 6 سنين. يا استاذه والموظفه اللي موجوده هناك، الموظفه اللي موجوده هناك مره ضيعت الملف، والمره الثانيه قالت لك لا الملف ده غلط عيدين من اول وجديد، والمره الثالثه قالت لك الكلام بتاع اللي عندهم ولاد المطلقات اللي عندهم ولاد مش حقيقي كده. يا استاذه انا سمعتها في التلفزيون وجبتها لها والناس قالوها هناك، لا 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 ده كذب ما فيش حاجه من الحاجات دي جات لنا، ده بيعملوا كده عشان يطلعوا ترند. احنا بنشكرك جدا. استاذ ناصر من الدقهليه اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ ناصر. عليكم السلام طبعا. ورحمه الله وبركاته، اتفضل. والله
اتفضل اتكلم على طول يا استاذ نار، انا سامعاك يا فندم. قدمنا في تكافل وكرامه في مركز شربين يا فندم. ايوه في مركز شربين، ومحدش استجاب لنا خالص نهائيا، وانا ومراتي عندنا السكه. انا مش عاوز تكافل وكرامه، انا عاوز عمل، لان انا رحت شركات اللي هي الامن دي ونصبوا علينا، ما شغلوناش وضحكوا علينا وخدوا مننا فلوس. طيب انت يا استاذ ناصر عندك كام سنه؟ اتفضل. انا عندي 52 سنه يا فندم. ومتجوز وعندك ولاد؟ عندي 3 بنات. وبتشتغل حاجه معينه دلوقتي ولا ما عندكش؟ انا قاعد بقالي سنتين من ايام كورونا يا فندم. وكنت قبلها بتشتغل ايه يا استاذ ناصر؟ عجلات يا فندم. ولما قدمت قالوا لك ايه؟ رفضوا الطلب. وايه السبب اللي كان عليه رفض؟ ايه السبب اللي طلع لك وقالوا لك بيه غير مقبول؟ احنا عملنا مراتي راحت عملت كوميسيون طب بيننا عندها السكر، وهم رفضوا الطلب. ما نعرفش هم رفضوا الطلب ليه. ده احنا الموظفه على ما قابلنا قعدنا اسبوعين في مركز شربين. كده وضحت الصوره. شكرا. انا عاوز عمل، انا مش عاوز حاجه، عاوز اشتغل بس، مش عاوز حاجة. احنا رسالتنا دلوقتي مش بس لوزارة التضامن الاجتماعي، للسيد محافظ الدقهلية، واحنا عارفين ان الاستجابة هناك للحالات الانسانية قد ايه يعني كبيرة. الاستاذ ناصر صوته ليك، هو بيقول حتى مش عايز تكافل وكرامة رغم اني مريض ومراتي مريضة وعندي 3 بنات، عايز شغل. ارجو اذا في فرصة ما نبخلش بيها على عم ناصر. طيب استاذ ناصر، احنا طبعا انا لو فضلت فتح الحلقه كلها للمكالمات انا عارفه انها مش هتقف، والناس اللي بتتواصل معانا زي ما انتم شفتوا، زي ما سمعنا دلوقتي، الجيزه، الدقهليه، البحيره يعني، واماكن اخرى مش فاكره قوي باقي المحافظات، لكن ده معناه، ومن الشرقيه كمان بيقول لي الاستاذ سامي، معنى كده ان المشكله مش في محافظه واحده بس ولا في مركز واحد بس، ان المشكله سواء كانت في تعاملات الموظفين أو إن السبب ليه مرفوض أنا ما بعرفوش. فكرة إن أنا مش عارف السبب وبلف حوالين نفسي وأنا أساساً يدوب قادر أمشي، سواء كنت مريض أو كنت ما عنديش فلوس إن أنا أروح وأجي بيها عليكم مواصلات عشان أجيلكم وأفضل في الطابور، لأن إحنا عارفين الأماكن دي ما بتبقاش يعني فاضية طول الوقت. دي كلها حاجات الناس بتعاني منها. منحة بجد ولا محنة بجد؟ الست اللي بتقول الورق بيتحط في الدرج وبيقولوا لي لا هاتي واسطه. ايه حكايه واسطه؟ ليه الناس في ناس بتتكتب على التابلت من الموظفه وناس بيتحط اوراقها في الدرج وبعدين يحصل لها زي ما حصل، مش للست ميرفت بقى، للست ابتسام اللي قالت ان انا قالوا لي الورق ضايع رحت كررته من اول وجديد 3 مرات تكرر ورق. هل الورق ده بيطلع ببلاش؟ ولا الست اللي عندها 61 سنه وبتقول قالوا لي استني لما يبقى عندك 65 سنه وهي عندها اعاقه حركيه. معالي الوزيرة، هل هذه الأشياء بالنسبة لحضرتك مقبولة؟ إحنا عارفين إن الموضوع والمبادرات بتكون عظيمة، لكن في وقت التنفيذ بيطلع لنا موظفين زي اللي بيضيعوا ورق، أو زي اللي بيقولوا معلش فوت علينا بكرة، أو هات لنا واسطة. ليه الخير والمجهود والدعم اللي الدولة بتحب تعمله ما يبقاش فيه متابعة لمجموعة الموظفين اللي بيضيعوا علينا ده كله، وبيخلوا الناس تتعذب وتعيد الكرة مرة ومرة وهي في أمس الحاجة الربع جنيه مش لجنيه. يعني فوت علينا بكرة ومدام عفاف اللي في الدور الرابع هترضيك يا سيادة الوزيرة؟ ولا حتى هترضي السيد المسؤول عن تنفيذ هذه المبادرة الدكتور ياسر عبد السلام مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي؟ صوتنا لحضرتك كنتوا الاثنين، ما على الرسول إلا البلاغ، وإحنا بلغناكم باللي بيحصل. 500 جنيه وبنعيش فيهم معاناة. وبالمناسبة بمجرد ما هيوصل لنا الرد سواء كان من سيادة الوزيرة أو كان من الدكتور ياسر عبد السلام، حديث القاهرة هيعرضه لكم هنا زي ما هو بالظبط، وإحنا واثقين إن هيكون في استجابة. أهلا بكم من جديد وحديث القاهرة. حتى هذه اللحظة التليفونات في كنترول حديث القاهرة لم تتوقف في موضوع تكافل وكرامة. احنا هنوعدكم على قد ما هنقدر كن نعمل جزء من ده، واذا عرفنا زي ما عملنا في موضوع التموين يبقى معانا هنا الدكتور ياسر عبد السلام مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، واللي بنقدم له الدعوة اهو على الهواء، يبقى معانا ورد على استفساركم ويقول لنا الحالات دي بتترفض ليه وايه اللي بيحصل فيها. نوعدكم هنعمل الجزء ده يبقى مباشر بمنتهى الشفافية
بينا على الهوا في وجوده. طيب القصة القادمة كانت جزء كبير جدا من حديثنا هنا في البرنامج، وهو حديثكم الذي لم ينقطع من ساعة ما صدر هذا القرار بهدم عدد كبير جدا من المقابر، تقريبا 2700 مقبرة علشان توسعة الطريق في منطقة سيدة نفيسة. عدد كبير جدا من الناس كان بيشارك في بوستات وبيتكلم، وأسماء كبيرة وشخصيات عامة بيتكلموا ويقولوا هدم مقابر أثرية ومقابر ليها بعد تاريخي، بالإضافة للبعد الوجداني لشخصيات أسهمت في حياتنا سواء تاريخيا أو أدبيا فكريا فنيا. ولما كان بيبقى في شخصية مهمة جدا وجارح جدا لينا المساس بيها كانت الدنيا بتقوم. في منهم اللي نجح ونجت المقبرة بتاعته من الهدم، زي طه حسين، زي قيثارة السماء، الشيخ محمد رفعت اللي أعلننا هنا إحنا من حفيدته أول ما جالهم البيان وكانت الاستغاثة للسيد الرئيس. وفي منهم اللي ما نجاش وما زال الهدم مستمرا. لكن النهاردة كان في تحول مهم في هذه الجزئية. خرج بيان من مجلس الوزراء، قلنا هو ده اللي هيكون مربط الفرس الحاسم، لان احنا عارفين البيانات قد ايه هناك حاسمة. البيان هو نفي، الحكومة نفت اي كلام او اشاعات عن انها بتنفذ حملة شاملة لهدم مقابر اثرية. هو ده اللي كان موجود في نص البيان اللي خرج النهاردة من مركز المعلومات، واتقال ان كل المقابر الاثريه قائمه كما هي ولا يمكن المساس بها. لو في صوره يا جماعه البيان يا ريت نحطها علشان الناس تشوفوا معانا. قالت لا يمكن المساس بها لانها تخضع لقانون حمايه الاثار رقم 117 لسنه 83 اللي بيجرم اي عمل يتلف او يهدم اثرا. ده طلع في البيان. البيان كمان أكد قال إن الدولة حريصة على الحفاظ على الآثار بكل أنواعها وأشكالها، مش للأجيال القادمة بس لكن للإنسانية جمعاء. بيان عظيم. خلينا نفهم بقى إمتى، يعني إمتى بنقول على الأماكن دي تعتبر آثار؟ هل هي بالفعل أثر ولا لا؟ دكتور مصطفى الصادق خبير وباحث أثري كبير معانا على التليفون. أهلا بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا وسهلا، ازي حضرتك عامله ايه؟ اهلا بيك يا دكتور مصطفى. دكتور مصطفى الحقيقه احنا وقعنا في حيره. الكلام اللي بننقله كل يوم وبنتكلم فيه كل يوم ان في مقابر اثريه وليها وهي ارث للانسانيه وللثقافه وللفكر بتهدم، النهارده البيان بتاع الحكومه وقفنا قدام المعضله الصعبه. يعني وخلانا نطرح السؤال وحضرتك خير من يجيب، ايه هي المقابر الاثريه؟ امتى بنعتبر ان هذه المقبره او هذا المكان اثري؟ هو طبعا البيان بتاع الحكومه حلو قوي وجميل جدا، بس هو ايه يعني ايه اثر؟ يعني هو المشكله في التعريف كلمه اثر. هو في مقبره اثريه، مقبره اثريه يعني فرعوني او كده، ده اللي نفهمه. لكن في هو بيتكلم عن مش هيقرب من حاجه مسجله اثار. اه طبعا مش هيقرب مثلا من ايوان المنوفي، مش هيقرب على قبه مثلا سودن، قبه قسون، الحاجات دي مش هيقرب منها لان ده اثر. انما كل المقابر الثانيه ما هياش اثر فعلا، لكن هي فيها تاريخ بتاعنا وفيها فن وفيها حاجات. هي زي ما بقول لك هي مشكله في التعريف كلمه اثر. يعني ايه اثر؟ انا عشان كده عايزه من حضرتك يا دكتور مصطفى اسمح لي عشان الناس تبقى فاهمه، هل في مده تاريخيه معينه او زمنيه معينه بيطلق بيها تلقائيا على هذا المكان انه اصبح اثر؟ يعني مثلا بعد 100 سنه، بعد 500 سنه، ولا يعني الجهه لما تعينه اثر او المنظمات العالميه معناها انه بقى اثر؟ يعني سواء كانوا بيتقال ان لو عدى 100 سنه هو اثر، لكن هم بيعتبروا الاثر اللي هو اتسجل اثر برقم، يعني حاجه اتسجلت اثر برقم. يعني مثلا المقبره بتاعت شيكار اللي هي الزوجه الاولى للملك فؤاد، دي مقبره يعني لو حضرتك شفتيها حاجه عامله زي السفير وعليها كانه مفرش دونتيل، مقبره جامده جدا جدا، ما كانتش مسجله اثر الا لسه يا دوبك ما فيش. وهي كمان من سنه 1940، يعني ما عداش عليها 100 سنه، لكن هي تعتبر ذات قيمه ممكن تعتبريها اثر. فما بالك بقى في اغلبيه الاحواش دي عدى عليها 100 و120 و150 و200، في حاجات 200 سنه ومش معتبره اثر، مش محطوطه جوه الاثار. فهم مش هيجدوا اثر فعلا، ما اختلفناش.
انما الحاجات دي كلها ذات قيمه. يعني مثلا لو حصل ان مثلا هل حتى لو ما لهاش قيمه يعني فنيه هي ليها قيمه معنويه للناس اللي مدفونه، للناس اللي موجوده؟ هل يعني مثلا حد زي احمد باشا رفيق اللي هو المؤرخ اللي جاب بتاع حوليات في السياسه المصريه بتاع مذكرات في نص القرن، هل ده هنشيله؟ محمود سامي البارودي وزير الحربيه رئيس الوزراء، واحد اول رئيس وزراء منتخب في تاريخ مصر من البرلمان، اتحكم عليه بالاعدام علشان وقف هو مع انه شركاتي وقف مع المصريين في الثوره العربيه واتنافى بره مصر 17 سنه. هل يعني هل ده مش يعني ومات فوق ال 100 سنه؟ طيب وبالاضافه كمان اسمح لي يا دكتور مصطفى ان في ناس منهم يعني لم يتم التعرف او التوصل لذويهم وهم جزء اساسي من تاريخنا ومصر كلها اهلهم بصراحه. فزي موضوع البارودي. انا استاذنك نوطي التلفزيون يا دكتور مصطفى لان السؤال اللي جاي مهم. طيب اذا وفق المفترض المتعارف عليه ان الحاجات لو مر عليها 100 سنه يمكن اعتبارها اثرا. ثانيا ان مش كل الاثار اللي موجوده عندنا او الاشياء التي تستحق ان تصبح اثار او اثر متسجله فعلا على انها اثر، فبالتالي لازم نراجع الحاجات قبل ما نهدها عشان نعرف هي اثر ولا لا، بدليل مقبره الملكه شويكار اللي حضرتك قلت عليها انها رغم انها حتى ما كملتش 100 سنه لكن تم اعتبارها اثر. اذا المقاييس تمام. هتختلف. طيب تمام. السؤال بقى اللي عايز اقوله لحضرتك هنا وفق هذا البيان اللي خرج بفكرة هدم شامل أو فكرة يعني هو قال كده نصا إن لا الحكومة لا تنفي تنفيذ حملة شاملة لهدم مقابر أثرية. هي ممكن تكون مش شاملة بس في حاجات عدت في النص، مثلا خصوصا مقابر المماليك قامت عليها هوجة كبيرة جدا لما قالوا إنها هتقعد بعدها ب 300 متر الطريق اللي هيتعمل وبعدين تم هدم جزء منها. ده هنا معناه إيه من وجهة نظرك كخبير أثري؟ لا يعني هي اصلا هي اي حد يزور المنطقه وهيشوف اللي بيحصل ايه، يعني هي مش محتاجه يعني اي حد هيروح هناك هيشوف او هيشوف الحاجه اللي موجوده في السكه دي هل هي تستاهل او ما تستاهلش. المشكله ان في حاجات مش محتاجه كبير حد يبص عليها، يعني مثلا مقبره بتاعت محمد راتب باشا اللي هو السردار. السردار ده كان وزير حربيه وحارب كان قائد الحبشه، ويعني المقبره نفسها في غايه الجمال، فيها ثلاث تركيبات في غايه الجمال. احنا بنقول حتى لو لازم تتشال او ما اعرفش تتشال ليه، يعني لو ممكن الحاجات دي ما تتهدش او ما تتشالش يبقى خير وبركه، لكن على اضعف الايمان تتاخد زي ما هي وتتنقل في حته ثانيه. ما اعرفش هيشيلوا المبنى ازاي ينقلوه ازاي، لكن احنا انقذنا مثلا النوبه، احنا نقلنا معبد كامل بزي ما هو بتصميماته بكل الحاجات اللي فيه والشمس ما زالت بتدخله كل سنه يا فندم. ده احنا بنعمل المعجزات لما بنحب يعني، وما اعتقدش ان الجهات العالميه والمنظمات ممكن ترفض انها تتعاون في حملات شبه كده. احنا لينا معابد موجوده في امريكا وفي اسبانيا، يعني اقصد احنا نقلنا حاجات قبل كده بره مصر كمان، يعني مش فاعتقد ان عشان على الاقل نحافظ عليه. يعني ان كان ما حدش ضد التطوير، ما حدش يقدر ينكر ان هم بيعملوا حاجات كويسه وكل حاجه، ما حدش يقدر ينكر حاجه زي كده، لكن طب لو عندك طلب دلوقتي يا دكتور مصطفى، لو عندك طلب دلوقتي هتوجهه للجهات المعنيه، وخصوصا ان مش كل الاشياء اللي فعلا اثار تم حتى الان اعتمادها كاثر، حضرتك لو ليك طلب توجهه ليهم دلوقتي بايه؟ الواحد بس بيتمنى ان هم يعني يتاكدوا بس من الحاجه اللي موجوده دي وقيمتها، ويبصوا من ناحيتنا، من يعني انا عارف هم يعني كل واحد بيبصوا من الناحيه اللي احنا بنبص بيها، يعني يبصوا من ناحيه ان ده تراث وده تاريخ زي ما اللي قبلينا وصله لنا، احنا عايزين نوصله لعيالنا والاجيال اللي بعد كده، لان ده تاريخنا، ده اكتر حاجه احنا بنملكها، ده يمكن الحاجه الوحيده اللي احنا بنفتخر بيها ان عندنا تاريخ وعندنا اصول. في دول يعني تانية ما عندهاش حاجه مثل. خالص يا دكتور مصطفى والله، يعني في دول تانية ما عندهاش اي حاجه، يعني عندها استعداد تعمل اكبر متاحف في الدنيا عشان تجيب فيها اثار من العالم وتعرضها بس الناس تتفرج. بياخدوا طوبه عمرها 100 سنه يعملوا بيها قصه، يعني انا هحكي لك مثلا ان في شاهد قبر عمره 1000 فوق ال 1100 سنه لقيناه يعني من كام فتره صحيح من احنا يعني عرضناه هنا في حديث القاهره يا فندم. تمام اللي بالخط الكوفي الغير منقوط مش مسجل، يعني ده صحيح. مش معتبر اثر لانه لم يسجل كاثر صحيح، فده لحد دلوقتي مش اثر.
تخيل انت حاجه عمرها 1100 سنه ما فيهاش اثر. هو مصيره بقى ايه يا دكتور بما ان حضرتك معانا فتحت الموضوع؟ موجود في حوش الباشا عند المسؤولين في حوش الباشا, وان شاء الله انا بتمنى انه يروح المتحف الفني الاسلامي او حاجه من المتاحف اللي عندنا, لان ده ده حاجه مش اللي ما عندوش تاريخ بيتمنى يبقى عنده ربع التاريخ وبيشتريه. احنا بنشكرك جدا على كل اللي حضرتك شاركتنا بيه دلوقتي. الخبير الاسري الكبير دكتور مصطفى الصادق, شكرا جزيلا. بالمناسبه اي حد بيقول او بيتكلم معانا وفي هذا الملف الهدف الرئيسي ليه انه تراث مصر وتاريخها اللي الناس بتتنشا على حته منه نحاول نحفظ منه قدر الامكان, واذا كان لازم نعمل من هنا طريق مفيش مفر يعني تتقص الحاجات دي وتتنقل, ده فيها تحف فنيه يعني غير قابله للتكرار. ما بنعملش الحاجات دي دلوقتي, مفيش حته في العالم بتعملها دلوقتي بالمناسبه. واحنا بنقفل ده احنا كاسره حديث القاهره عملنا شغلنا, لما خرج هذا البيان من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إحنا تواصلنا حاولنا بكل الطرق. زميلتنا الأستاذة صفية في فريق الإعداد تواصلت مع الدكتور مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار, كلمته أكتر من مرة ما ردش, بعتت له رسالة ما ردش, كلمته حتى على الواتساب بعد ما بعتت له الرسالة ما ردش, وإحنا ما زلنا في انتظار الرد لأن إحنا حبينا نخبط على الباب نفهم من حضراتكم هل أنتوا مصاحبين في هذه الحملات ولا لأ, الحاجات اللي ما تسجلتش كآثار ممكن تنزلوا وتنقذوا ما يمكن إنقاذه ولا لأ. طيب من القصة دي قصة تاريخ مصر ومحاولة إنقاذه لموضوع أكبر بوست منتشر على السوشيال ميديا ليه علاقة بالإفتة الحقيقة يعني, وبرضه ليه علاقة بنفس الملف اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو ملف هدم المقابر. على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك في بوست هتلاقيه آلاف المرات موجود بيقولوا إن هذا البوست منسوب لدار الإفتاء على صفحتهم الرسمية, بالتحديد صدرت هذه الفتوى في 2019 وكان هي إجابة عن سؤال عن حكم نقل المقابر الواقعة داخل مدينة القاهرة إلى أطرافها أو إلى خارجها 18 إبريل 2019, وكان الرد ده الجواب يحرم نقل المقابر الواقعة داخل المدينة إلى أطرافها أو إلى خارجها إذا حصل قبل المدة التي يعرف بواسطة أهل الخبرة أنه معها تستحيل يعني تتحول أجساد موتى هذه المقابر إلى الصورة الترابية, وإذا كان بعدها فما كان منها له مالك شخصا أو جهة اشترط فيه رضاه ببيعها أو استبدالها إلا كان حراما أيضا, يعني لو اتخذت غصب عن مالكيها أصحابها الحاليين يبقى حرام, ويستثنى المقابر الأثرية ومقابر العلماء والأولياء والصالحين فلا يجوز مطلقا نبشها بغرض نقلها إن وإن فرضنا موافقة أصحاب المقبرة الحاليين على أخذ عوض عنها, وما كان منها موقوفا كمقابر سفح المقطب لم يجز التصرف فيها بغير الدفن, ثم إن تجميل هذه المنطقة وتشجيرها وتخضيرها أمر حسن مندوب إليه, وكذلك إخلاءها وتطهيرها من المجرمين أمر لازم بطرق مختلفة يدركها أهل الاختصاص والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. كلام جميل, كلام معقول, ما أقدرش أقول حاجة عنه, لكن بمجرد انتشار هذا البوست بهذا الشكل الكبير اتقال أنه اتمسح وبدأت تتحط سكرين شوت أن البوست ما بقاش موجود زي ما انتم شايفينه, أول ما تعمل ضغط على هذا البوست مرة تانية اتلغى, فالناس بدأت تقول هم شالوا البوست ليه؟ إذا كانت فتوى رجعتوا في كلامكم مثلا؟ يعني الفتوى دي يعني ما بقتش ليها دلوقتي صلاحية ولا بيحصل إيه بالظبط؟ ده كلام الناس. إحنا بدورنا كحديث القاهرة رحنا نسأل أهل الاختصاص دار الإفتاء يا جماعة ليه لما البوست تم إعادة نشره اتمسح من على الصفحة؟ وإزاي لسه موجود على الموقع نفسه؟ إحنا تواصلنا مع هنقول لكم عملنا شغلنا ازاي. تواصلنا هنا كحديث القاهره مع الدكتور خالد عمران امين عام الفتوى بدار الافتاء عشان يقول لنا البوست ده اتشال ليه او يقول لنا اي معلومه يعني تخص الفتوى دي بالتحديد. الحقيقه هو رد علينا وقال انه ما يعرفش حاجه عن البوست ده ومحتاج يشوفه علشان يرد. طيب زملائنا قاموا باعتين له البوست فقام قايل لنا لا أنا هوجهكم لزميل آخر وهو الدكتور أحمد رجب أبو العزم مدير وسائل التواصل الاجتماعي في دار الإفتاء. قال لنا إن هو اللي هيرد علينا في الموضوع ده. فإحنا رحنا له بس للأسف ما لقيناش رد من الدكتور أحمد رجب. ما سكتناش طبعًا.
حديث القاهرة يعني حديثكم ما نلاقيش عليه رد، رحنا كلمنا الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، قال لنا إنه في واشنطن حاليا وإنه هيتواصل معاهم ويقول لنا رد. مين بقى ساعة ما طلع الموضوع ده وانتشر ده وخصوصا امبارح لحد دلوقت رغم إن الموضوع حديث القاهرة إحنا ما لقيناش أي رد. إحنا دلوقتي بناء على إن إحنا عملنا كل الشغل ده ومش عارفين ناخد رد بنسأل على الهواء أهو السؤال إلى هؤلاء السادة وغيرهم ممن يستطيع أن يرد علينا من دار الإفتاء. البوست ده هل كان على صفحتكم الرسمية؟ طيب إذا كان موجود على صفحتكم الرسمية قبل كده اتشال ليه؟ هل جد جديد يقول إن الفتوى اللي أفتيتوا بيها دي كانت غلط مثلا وتراجعتوا عنها؟ زي ما الناس بتقول ده مش كلامنا، فياريت نقطع الشك باليقين. فيا أهل الفتوى اقطعوا الشك باليقين، طالما الموضوع الناس بتتكلم فيه بالشكل ده اطلعوا قولوا لهم ايه اللي حصل، واحنا في انتظار ردكم وهنعرضه فورا. تقريبا دي اخر قصه معانا النهارده. طيب معانا قصه هي حديث القاهره بنت انا شخصيا فخوره بيها، اسمها نغم من بنات البحيره. نغم قررت انها تروح تعمل وصيه، والوصيه دي بقت حديث القاهره وهتبقى حديث القاهره أكتر وأكتر، لأن دي خطوة مهمة جدا. البنت اللي في الصورة دي اللي احنا مش شايفين وشها وهي بتقول أنا مش هطلع في الإعلام قوي بعد ما تواصلنا معاها، قالت أنا عملت اللي عليا وبس. راحت لمديرية الصحة في البحيرة وقدمت لها إقرار رسمي بأنها تتبرع بأعضائها كاملة التي تصلح للنقل ويمكن أن تنقذ حياة شخص ما سواء كانت أعضاء أو أنسجة تقدر تتزرع مستقبلا سواء كانت حاليا وفق التكنولوجيا الحاليا او مستقبلا تصلح، انا كلها متبرعه بيها للحفاظ على حياه شخص مصري الجنسيه او علاجه من مرض جسيم او استكمال نقص حيوي في جسده. ده اللي هي قالته، وقالت لا يحق للورثه في وصيتها ابدا المطالبه باي مقابل مادي عن اي من هذه الاشياء بعد وفاتي. الحقيقة الموقف وقفنا قدامه، نغم قالت لنا انها مش هتقدر تتكلم في الاعلام، هي بتخجل غالبا، واحنا بنحييك يا نغم على شجاعتك. لكن احنا معانا على الدكتور اللي كان معانا على التليفون اللي كان موجود في نص هذه الصوره، الدكتور هاني جميعه وكيل وزاره الصحه بالبحيره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم واهلا بكل الساده المشاهدين. دكتور معرفناش نكلم نغم لكن حضرتك بطل اخر في هذه القصه وموجود معانا منورنا، ممكن تقول لنا تفاصيل اللي حصل؟ انا بشكر حضرتك لتسليط الضوء على موضوع مهم جدا، وبصراحه اللي عملته نغم يعني حاجه درس للجميع ازاي فن العطاء، وازاي فتاه مصريه صغيره 26 سنة لسه ما اتجوزتش حتى وهي آنسة تفكر ان هي تساعد الآخرين وان هي تتبرع بأعضائها لا قدر الله بعد عمرين طوال لها، وجت المديرية تعمل وصية للتبرع بأعضائها بعد الوفاة، ولما جت وبلغوني ان في حد انا طلبت ان انا اقابلها واقعد معاها وافهم منها وإيه الوضع وإيه الخلفيات، وبالفعل كانت خرجت تم التواصل معاها وجبناها المكتب وقعدنا معاها. ويعني إيه اللي دفعك لكده يا نغم وإيه كان السبب؟ إن كان في قصة قبل كده لحد من قرايبها وإن هو كان محتاج زرع كبد والمعاناة اللي شافوها علشان يزرع، وللأسف يعني ان المعاناه ديت لما هي شافتها قالت لو في اي حاجه في جسدي تصلح بعد الوفاه انا مش هستفيد بها حاجه لكن غيري هينقذ حياته. فدورت وعرفت ان في قانون رقم 5 لسنه 2010 ده بينظم عمليه زراعه الاعضاء وان في وصيه فيها، وبناء عليه جت توجهت عندنا وعملت الوصيه. وبصراحه يعني نموذج اكثر من رائع للفتاه المصريه اللي دائما صحيح عطائها. طب اسمح لي يا دكتور معلش، بما ان حضرتك معانا وحكيت معاها كاخ كبير، هل هي قالت لك انها اخذت اذن اهلها او اتكلمت معاهم قبل ما تيجي، ولا كان ده منها هي شخصيا بس ما كلمتكش عن اهلها ان هم عارفين او مش عارفين؟
هو طبعا احنا عندنا الاهل دي ثقافه مش منتشر عندنا في ده في اوساط المتعلمين، فلو في اوساط اقل هيبقى كمان مش منتشر اكتر واكتر. طبعا فيه ناس معارضين عندها وفيه اللي مؤيد، وممكن المعارض يبقى اكتر، لكن هي باراده حره وهي اختارت ان هي تيجي تتبرع، و علشان كده يعني برضو حتى لما امبارح في وسائل التواصل كتير حاولوا يتواصلوا معاها وسائل الإعلام، فهي رفضت قالت أنا بعمل حاجة لله ومش عايزة شهرة ومش عايزة وقالت لنا كده كمان النهاردة لما تواصلنا معاها. طب دكتور سؤال آخر، مين اللي لقط الصورة دي وليه؟ هو ده عندنا الإعلام عندنا في المديرية، وإحنا بنوثق هذه اللحظة علشان ندي حاجه حجر في مياه ركضة، نقدر نحط الفكره عند ناس ثانيه، نقدر ديت اول حاجه تحصل. وطبعا الاوائل في اي شيء بيبقى لهم وضع خاص، وده اللي انا قلته لها، يعني انت ممكن تكوني سبب زي ورق الدومينو كده، لما يسقط اول قطعه هيسقط كتير بعدها، ممكن انت تكوني الحجر اللي اترمى في ميه راكده فيخلق موجات من التغيير ويخلق موجات من الوعي، وناس تحتذي بك وتحاول ان هي تقلدك وتحاول ان هي تفكر ان فعلا ازاي ننقذ مرضى ببعض من اجسامنا، سواء كان مثلا مش هنستعملها بعد ما نتوفى، خلاص روحنا. هو جيل يستحق ان احنا نفخر باللمسات العظيمه دي لما تخرج منه، لانها لمسات انسانيه. الناس بقى هيكون عندها سؤال، ازاي بتتم آلية تنفيذ ده لأي شخص بيعمل وصية للتبرع بأعضائه يا دكتور؟ يعني بتعرفوا ازاي ان هو توفى؟ وهل الموضوع بيترك للأهل في الآخر ان هم ينفذوا الوصية دي ولا لا؟ يعني بنعرف نتعامل مع ده ازاي؟ هو طبعا تكوين بنك للأعضاء وكلام من ده في للأسف في الوقت الحالي فيه صعوبات موجودة فيها. ان شاء الله مستقبلا يبقى المفروض كل المتبرعين او كل اللي عاملين وصايا من النوع دوت بيبقى فيه معاهم تواصل، وبيبقى فيه لينكات موجوده معاهم، والمستشفيات لا قدر الله لو حد فيهم دخل في مستشفى او في اوقات اخيره او اثناء وهو في الوضع الاخير بيبقى فيه تواصل مع لجنه بتبقى مسؤوله عن الحالات ديت، في مجرد اعلان الوفاه بيتم ساعتها بيبقى فيه ويتنج ليست او قائمه، وبيبقى معمول تحاليل معينه ايه الانسجه اللي تناسب شخص طبعا موجود من الويتنج ليست وقائمه الانتظار اللي موجوده، فبناء عليه بيتم التعامل. في حد ينفع بيتم اخذ الحاجه، ما فيش حد ينفع ساعتها بتحفظ يعني الى اللي ليه فيها عمر يقدر يستنى لحد النقل، هو ده اللي بيحفظ، وغير كده ما فيش، زي القرنيه مثلا وهي نسيت. اذا الموضوع مرهون بان الاهل يكونوا حريصين على تنفيذ هذه الوصيه، وهم اللي يتواصلوا مع حضراتكم يقولوا لكم ان احنا في وقت تنفيذ الوصيه. يعني احنا بنشكركم على ان انتم كمان نشرتوا هذا الخبر، لان لولا الصوره دي ما كناش عرفنا اللي حصل مع نغم، ما كناش عرفنا ابدا باللفته الانسانيه العظيمه اللي عملتها نغم وغيرها. فبالمناسبة اللي هقدر أقوله لكم دلوقتي إن دي صورة مشرفة، واللي قرر إن هو ينشرها علشان يرمي حجر في المياه الراكدة بشكل معلن هو كمان عمل تصرف مشرف جدا. لكن إحنا بنطلب إن أي حد عمل ده هو كمان يعني يتوج مجهوده ده بشيء رسمي يقدر من خلاله يطبق ده في مناشدات ومناقشات موجودة في البرلمان المصري من ساعة ما اتفتح موضوع نقل الأعضاء بعد الوفاة، إن يتكتب ده في خانة في بطاقة الرقم القومي، متبرع بأعضائه بعد الوفاة أو متبرع أو غير متبرع، كلمة هنقدر من خلالها قبل وإحنا بنسجل شهادة الوفاة لأي حد بعد عمر طويل إنه يبقى معروف ده متبرع ولا لأ، من غير ما نسيب الموضوع للناس اللي بتبقى متألمة وقتها وممكن يروح عليهم حتى في وسط الألم والحزن إن هم ينفذوا الوصية لأنهم بينسوا. فاصل وخالد البرماوي وبورصة الكلام.